مين اللي عمل لك سحر من زمايلك عشان ما تشتغلش؟ هي الحاجات دي ما بيسمعهاش كويس. ايه سحر؟ اه سحر عمر كمال. بس انت بتضحك. ايه عمر كمال؟ استنى بقى يا شيخ العرافين، اهمد بقى. استنى 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 استنى. عمر كمال كان عامل لك سحر؟ عشان اقف من الشغل وما اشتغلش. وانت عرفت ازاي؟ ما انا لما رحت للشيخ. والشيخ عرف انه عمر كمال؟ قال لك عمر؟ حد اسمه عمر. بجد؟ بس انت مين قال لك بقى؟ اقول لك الشيخ قال لك ايه كمان؟ قال لك كلكم هتقعدوا هو الوحيد اللي هيشتغل. وفعلا كلنا قعدنا. انا وحسن. انا وحسن ورضا البحر. بس لا يعلم الغيب الا الله. بطلوا بقى. بس هو فقعد. طب فكلك السحر؟ انا الحمد لله ربنا كرم. فكيته ازاي بقى؟ واشتغلت. فكيته ازاي؟ بالقران الكريم. اه طبعا. طبعا القران بتاعنا يغلب. طب اي حاجة. عملت ايه مع عمر بقى لما عرفت كده؟ بقيت بقى مصاحبه بقى. مصاحبه؟ اه. ليه؟ عشان ما يعمليش حاجه تاني. كنت خايف منه؟ كنت في داهية. اه. كنت خايف منه؟ اه بقى. طب انت واجهته ولا هو اول مره هيعرف دلوقتي من البرنامج؟ ربنا يستر بقى بعد البرنامج بقى. ما جددش الشغله تاني. ما جددش العمل تاني؟ البس الفانله بالشقلوب. مش شقلوب؟ ما انا لابسها بالشقلوب فعلا. بجد؟ خايف من العمل؟ طبعا. ولابس دلوقتي فانلتك بالمقلوب؟